وتوجد حالة لممارسة صحية واحدة سجلت في الرياض، أعلن عنها زملائنا الكرام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. التقصي مستمر، والاستقصاء الوبائي والحصر للمخالطين لهذه الحالة أسوة بغيرها من الحالات مستمر. المؤشرات والبيانات والمعلومات الأولية تسير باتجاه بأن هذه الحالة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة الصحية، والإجراءات مستمرة في إجراءات مكافحة العدوى والصحة العامة والطب الوقائي حيال هذه الحالة. بقية الحالات هي لحالات مخالطة مجتمعيا لحالات مصابة سبق الإعلان عنها.